خوت واش راه دايرين بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. دايرين مع هذا البرد؟ مبروك عليكم هذا الاستواء. شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على التعليقات الزوينين وعلى لي زابي ديالكم. اليوم ان شاء الله نوريكم واحد البياسه جات عندي من كازا. هو ديجا مركب لها ماكينه بيكان 125، راه عرض ليها الكيشان هذا على حساب الخزانه ما تفهمش. مركب لها سيلندر 140 كلاس 125، شي حاجه ناضيه. المشكل كان عنده هو كان عنده هاد الكربيراتور، كان مركب لها داك الفلتر الصغير مخنوق وشتا كل ليسانس بالزيت، كان مركب لها كربيراتور تقريبا عاديه، ما عطيش شي جهد اللي كثير فهمت. ملي جا عندنا وسعنا له البيبا بحال هكا، وسعنا له البيبا، ركبنا له كربيراتور دوبل ستارتير شي حاجه دوريجين ماركه سوينغ، يدينا ليه الفلتر ديال التريبورتور هنايا على حساب باش مابقاش يتخنق الموتور، مابقاش ياكل ليسانس. الموتور راه شي حاجه خيال علمي تبارك الله. الموتور ناضي كان خاصه غير الموتور ناضي صراحه، كان خاصه غير كربيراتور بوحده، راه ركبنا له. غنوريكم التيست ريد ديالها. الموتور راه زوين تبارك الله ما شاء الله، مع العلم انه كان مركب له شاكمه لتنفس الموتور، الماكينه داكشي كلشي ناضي فيه فهمت. هنا الحاجه الوحيده اللي درنا بريبارينا ليه غير الكربيراتور والبيبا والفلتر على حساب مابقاش ياكل ليسانس، مش حيت الاخر تيكون مقجوج من هنا، تيكون مقجوج من هاد البلاصه، ما تيخليش الكربيراتور تنفس كيف بغات، حيت الموتور فاش يتخنق له دوك التيوات تاع الفيسلير هنا تاع اللير هنا تيولي ياكل ليسانس وما تيبقاش يتيري كاع نهائيا فهمت. داكشي راه طالع ان شاء الله بخير وعلى خير زين ما شاء الله. بقاو معايا ندير لكم التيست ريد ديالها. تحياتي لكم كاملين. نقول لكم غير سرفاله في الطريقه صحيح تبارك الله، هادشي كامل كاين البرد راه عندنا موتور ناضي تبارك الله. نتمنى والله يعجبكم الفيديو، ولا بيجي عندنا مرحبا تبارك الله عليكم كامل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.